السلام عليكم، معكم منى إدهمو، طالبة علوم سياسية وعلاقات دولية، وفي نفس الوقت عضوة في هذه التعاونية المور للمنتجات الفلاحية اللي كتواجد بإقليم تيزنيت جماعة أقلو، بالضبط في دوار تيمزليت. اليوم كيحصل لنا الشرف نكونوا من بين الناس اللي عارضين في هذا المعرض الدولي للأرقان. المنتجات اللي كنعرضوا دابا هو أرقان ديال الأكل، وأرقان تجميلي، صابون ديال الأرقان، عندنا كذلك الزيوت ديال الأعشاب الطبية والعطرية، عندنا سكسو الخماسي، عندنا الزميطة، وبزاف ديال الحوايج أخرين، ولكن هادو اللي عارضين دابا في هذا المعرض. بالنسبة للمعرض هو فرصة كبيرة ومناسبة لنا باش أولا تعرفوا على الكليان ديالنا ويعرفونا ونعرفوهم، يتعرفوا على المنتوجات ديالنا. بالنسبة للتسويق كنستغلوا بحال هكا المعارض، وفي نفس الوقت رانا خدامين على سيت ويب إن شاء الله ومواقع التواصل الاجتماعي تا هو. الله انضميت جديدة للتعاونية وبصفتي جو سوي شارجي دو ماركتينغ، والخدمة اللي غادي ندير أنا إن شاء الله هي أنه يتكخيا كونت انستغرام، نخدمو على الادسنس على الاشهارات باش نقدروا نقيسوا واحد نسيب لي واحد لانيش اللي غادي تكون ان شاء الله واسعه، اللي ما غاديش نكونوا مثلا كنتسناو حتى يكون شي معرض في شي بلاصه عاد غيعرفونا الناس. يعني هذه بحد ذاتها واحد الحاجه اللي حنايا كنسيب ليوها باش اننا نسوقوا المنتوج ديالنا للناس. هو كما كاع تعاونيات خصوصا ديال الأرقان، ولا بد كيحس الانسان بشويه ديال الصعوبه، كما قلتي كاين الجفاف وكاين بزاف ديال المصاعب الاخرين، ولكن الحمد لله التعاونيه ما تسمى تعاونيه حتى راه كاين واحد التعاون بين الاعضاء، وواحد كيعاون الاخر وواحد كيهز الاخر، والحمد لله احنا خدامين. السلام عليكم ورحمه الله، معكم لبنى كاتبه تعاونيه اعشاب الرحمه من الدرارقة، بالضبط دوار تيكمين بوبكر اللي كيتابع جماعه الدرارقة. كما قلت لكم تما كتواجد المقر ديال التعاونيه ديالنا اللي كتخدم في مجال الزيوت، وبالخصوص ارغان والزيوت النباتيه. يعني كنديروا زيت ارغان كوزميتيك ديال التجميل، وكنديروا كذلك زيت ارغان ديال الاكل، والحمد لله بالاستطاعه بفضل العمل ديال المتعاونات والجهد ديالهم قدرنا اننا نحصلوا على سيرتيفيكا ديال لونسا ديال السلامه الصحيه، وكذلك سيرتيفيكا ديال الاسي سيو ديال التصدير. والحمد لله في هذا الشهر هذا قدرنا نحصلوا كذلك على شهاده ديال تيغوار دو ماروك، والحمد لله احنا خدامين وجد سعيدين بالمشاركه ديالنا في هذا المعرض الدولي للارقان، ونتمنوا الخير ان شاء الله للجميع والتوفيق. كيفاش كيتم التسويق ديال المنتوج ديالك؟ بالنسبه للتسويق حاليا خدامين يعني التسويق الالكتروني كذلك، وبالنسبه للمعارض وهكا يعني في الدوار اللي خدامين فيه كذلك يعني كنسوقوا لي برودوي ديالنا. كيفاش كنحسوا على المنتوج ديال الارقان على قله الامطار والجفاف؟ فعلا مؤخرا لقينا مشكل كبير بالنسبه للارقان، يعني كاين واحد الندرة ديال الانتاج ديالو بحكم الجفاف في جهه سوس، والمغرب كامل بصفه عامه كيعاني من الاشكال ديال الجفاف، ولكن الحمد لله يعني كنحاولوا الثمن ديالو طلع دابا ارقان، ما بقيناش كناخذوه بالطريقه اللي مولفين ناخذوه بها. كذلك كاين جيلوبي ديال ارقان اللي كياخذوا كيمشوا للبلايص هكا اللي كياخذوا الثمن كياخذوا ارقان بثمن بخس، وكياخذوا واحد الكونتيتي كثيره. يعني حنا كتعاونيات صغار فاش كنجو كنبغوا ناخذوا ارقان كنلقاو بثمن طالع، كيتحكموا ما في الثمن ديالو، كذلك ما تلقاوش الجوده اللي بغينا والكونتيتي اللي بغينا. بطبيعه الحال اثر عليه بزاف، يعني كاينين ديك اليوم اللي حنا مولفين اليوم كياخذوا ارقان عندنا بواحد الثمن، حاليا يعني فاش ان الثمن زاد ما كاين اللي ما تقبلش هذه الفكره، كاين اللي ما بقاش يعني كياخذ من عندنا، وبحكم ان كاينين المنافسين يعني كيوفروا ارقان بجوده ناقصه والثمن بخس، يعني كاين هذا المشكل، هذا التسويق نقص بزاف، ولكن نتمنى خير ان شاء الله. شكرا.
السلام عليكم، معكم فتيحة العجان، رئيسة التعاونية بيوبيو لإنتاج وتثمين المنتوجات الفلاحية. كتواجد في إقليم الصويرة، بينها وبين الصويرة 35 كيلومتر. التعاونية ديالنا فيها عدة تخصصات. المهم حنا كتعاونية بدينا أول حاجة بالزيت ديال الأليمونتير والكوسميتيك، من بعد فكرنا باش نطوروا من المنتوجات ديالنا، لان راكم تتعرفوا تقريبا راه الماده الاوليه راه ما بقاتش كثيره، لان كاين احتكار في الماده الاوليه وقله الامطار، وراه عرفتوا بان الكوفيد كنا حابسين بزاف ديال الحويجات. عاد باش فكرنا باش ندخلوا منتوجات اخرين بحال صابون البلدي طبيعي، سيرتو حنا التعاونيه ديالنا كتسميه ديالها بيوبيو، حاولنا نرجعوا للتراث المغربيه ديالنا. فكرنا في صابون البلدي بالارغان، صابون البلدي بجميع الزيوت كنديروهم، كنخدموا صابون تقوى بجميع الزيوت، شي حاجه اللي زوينه ومسختي فيها. كنخدموا لي غوماج، كنخدموا مرطبات، كنخدموا لي كريم، باش ما نخلوش التعاونيه ديالنا تطيح، يعني كنحسنوا من المنتوجات ديالها. بالنسبه للتسويق كنطلقوا فيه حنا كجميع التعاونيات مشكل، يعني النسبه ديال التسويق عندنا عيان، ولكن كنطمحوا ان شاء الله يعني نقلبوا على مستثمرين، لانهم هما اللي غيزيدوا بنا القدام. حنا كتعاونيه الله بدينا، باقي عندنا مشكل في التسويق، وكنتمنى يعني من المستثمرين اي واحد يشوف هذا الفيديو يعني يتعاطف معنا ويتعاطف مع المراه القرويه على حساب التسويق. لكم معكم خشيف فاطمه، عضوه في تعاونيه اسنفو، التعاونيه اللي كاينه في اقليم صويره بالضبط في الحمشان. بالنسبه لتعاونيه اسنفو يعني كدير بزاف ديال المنتوجات اللي فيهم ارغان ومشتقاته والصبر ومشتقاته، البرودويات منوعين ان شاء الله، ماشيين على ابداع ان شاء الله وجديد. بالنسبه للعلاقه ديالنا في المعارض، المعارض كان في المستوى الحمد لله، والزوار بدينا الحمد لله، الزوار كل نهار كيزيدوا الحمد لله، والمبيعات الحمد لله، يعني المعرض كان ايجابي. وهادشي اللي غنقول لك يعني مهم، كلشي مزيان.